مخيم شباب ذوي اضطراب التوحد يعني بفئة شباب ذوي اضطراب التوحد. عندنا فئتين سنية، اللي خلانا أصلا يصير عندنا فئتين سنية مطالب الأهالي من 9 سنوات لين 12 سنة، هذه فئة، ومن 12 سنة وما فوق لين 18 سنة تقريبا هذه فئة، ومن 18 سنة وما فوق هذه فئة. المخيم بالدرجة الأولى كان هدف منه أن شغل أوقات الفراغ شباب ذوي اضطراب التوحد خلال فترة الصيف بفعاليات يكون هدفها بالدرجة الأولى تنمية المهارات والتواصل الاجتماعي وتنمية العلاقات وتقوية الروابط والصداقات، تكوين صداقات. ويمكن هذه من الأشياء اللي يعانيها التوحدي، أن ما عنده القابلية أن يكون صداقات وعلاقات. فإحنا حرصنا على أننا نهيئ لهم الميديا المناخ المناسب بحيث أنه يكون بينهم علاقات وتعارف وصداقات وينمي عندهم التواصل. هي هذه من مشاكل التوحدين، أن القدرة على التواصل تكون ضعيفة، القدرة على الكوميونيكيشن، التفاعل مع الآخرين، هذه من الأشياء اللي يعانيها التوحدي. اسمي حسن، صار حسن طلحة، مشرفني بأنني أنا ذا في مخيم الشباب توحد، بأنني أنا مرة يوم سبب أنني متحمس، دائما تحمست أصابغة من الحماسة كل شيء. كنت أنا أرغب في أتعلم عن اللي أحبه، الرسم والفنية على ذا في توحد، عبقريتي مرة ممتازة كانت مرة فيها أحلى والأجمل، بأنني صرت بأنني كريم، أنا كريم، شخص كريم، متكرمين.